قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان الأيقونة عبادة أم تكريم، حيث ركز الحوار على أن العبادة هي لله وحده اعترافا بأنه هو الخالق والعادل والمخلص، وأما التكريم فهو احترام مخلوقات الله التي تعبر عن قدرته ومحبته، ونحن نكرم الأيقونات لكونها تظهر شخصيات مقدسة كالرب يسوع وأمه الطاهرة وسائر الملائكة والقديسين. فإلى هناك، يتحدث القديس يوحنا الدمشقي عن فاعلية الأيقونات المقدسة فيقول: إن لم يكن لدي كتب فإني أذهب إلى الكنيسة، فإن الرسوم تجعلني مفتونا كما تفعل الأرض المعشوبة فيها الأعشاب المزهرة فتحرك مجد الله في روحي. يعني وصفها كالإنسان اللي بدخل عليها بالكنيسة كأنه الإنسان بدخل على حديقة مزدهرة بالزهور. من دواعي التشجع على تكريم الأيقونات ميزتها العملية التي تقدمها ككتاب لغير المتعلمين. نعم. إن الأيقونة مثل كتابة مقدسة، هي تعبير عن غير المعبر عنه، لأن التجسد هو أساس رسم الأيقونة تماما كما هو أساس كلمة الله المكتوبة في الإنجيل، والكلمة المسموعة والصورة المنظورة كلاهما يقدمان أفضل مساعدة في تحقيق المشاركة في العبادة الحقة. هذا هو تعليم القديس الكبير، إن معرفة نفس الأمر الآتي بشكل حسي بالاشتراك ما بين الكلمة المنقولة عبر السمع والرسم الصامت والظاهر من خلال الصور. وبنفس الهدف يتحدث القديس نيلوس السينائي فيقول: الذين لا يحسنون القراءة يمكنهم تذكر تصرفات خدام الله من خلال صور العهدين القديم والجديد، وأيضا يمكنهم السعي لمشابهة هؤلاء القديسين الذين استبدلوا الأرض بالسماء مفضلين غير المنظور على المنظور. ويقول القديس فوتيوس القسطنطيني: كل من يقول أنه يحب الكتاب ويكره الأيقونة يكون مجنونا ولا منطقيا، فأننا نقبل التعليم المأخوذ من الصورة تماما كما نقبل نفس التعليم الآتي من خلال الكلمات المكتوبة، نتقبل المواعظ بسماعنا وكذلك نتسلم الشكل من خلال النظر، كلاهما ينقل الحقيقة ذاتها لكن بطرق مختلفة. تمسك العذراء الخالق في يديها كطفل في الأيقونة، فمن ذا الذي لا ينبهر لمجرد النظر إليها أكثر مما لو سمع وصفا كلاميا لعظم هذا السر. نعم. فأبونا يعني هذا التفسير الأرثوذكسي نقول. نعم. ممكن تشترك فيه أيضا الكنائس الكاثوليكية عن موضوع الأيقونات. في الحقيقة الموضوع تقوي. نعم. يعود إلى آلاف السنين، يعني مش حدث اليوم. نعم. ولكنه ما زال حتى هذا اليوم الناس تتناقش لا بل وتتجادل أحيانا كثيرا. المسيحيين اليوم يعني للأسف بكرر مرة ثانية للأسف إنه منقسمين في خصوص هذا الموضوع، والموضوع حساس اليوم زي ما تفضلتي، لأنه النورسات هي للكنيسة الجامعة مسكونية، فإحنا نستعرض آراء، وفي النهاية لكل زي ما تفضلتي كل واحد بتبع كنيسة هو ملتزم بقانون الكنيسة وما تعطيه من تعليمات. نعم. وإلا كل واحد بيفتح حسابه اعتقاداته وإيمانه ما بيزبط. صح، مظبوط، بالضبط. فبالتالي ماذا تقول الكنيسة بهذا الخصوص؟ إحنا لما بنحكي الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية، يعني حضرتك شفتي كتابات وشفتي عن موضوع الكنيسة الأرثوذكسية كيف تكرم طريقة تكريم الأيقونات، والكنيسة الكاثوليكية أيضا، ويعني كل خصوصية لكنيسة، حتى الأيقونة نفسها الماتيريال والصورة الشبه. يعني لما نشوف الكنائس باليابان مثلا أيقونات يسوع بشكل الموديل الياباني، الشكل التايب الياباني، يعني بنشوف التعليمات الوجه، والهاي ببين انه أيقونة. نعم. كأنه القديسين كمان اكيد من بلادهم كمان. نعم. زي ما احنا عندنا قديسين من بلادنا، والمسيحية اليوم عالمية مش بعدها زي ما انطلقت فقط من بلادنا الأراضي المقدسة. فالخلاف من وين إجا؟
لماذا أصبح في جدل حول هذا الموضوع، ولا بل سميت حرب الأيقونات في نعم. فترة زمنية أصبحت هناك محاربة للأيقونات وحرقها وتدميرها من قبل بعض المؤمنين المسيحيين للأسف. والكنيسة عملت المجامع وعملت التعليمات اللي بتبين أنه هذا هو تكريم وليس عبادة، وهو في رمزيته بما يدل الشخص كنت بتتحدثي قبل ما نطلع على الهواء أنه الواحد لما يكون عنده ابن مسافر أو حدا لا سمح الله منتقل من هاي العالم متوفي عنده حدا كذا بحط صورته بصدر البيت وإذا وقعت بطولها وأحيانا ببوسها وبرفعها. هلأ المغالاة في التقبيل الأيقوني والسجود أمامها لفترة طويلة والتعبد والتقويات أن لا نبالغ فيها، إن الأيقوني كما البخور كما الشمع ككل الأشياء اللي بتفوتنا بجو الصلاة لصورتك يا سيد، يعني لصورة ربنا والذي خلق الإنسان أيضا على صورته ومثاله وهذا تكريم للإنسان. بالعهد القديم كانت الصور وكانت المجسمات اللي يعملوها الديانات الوثنية المحيطة في منطقة فلسطين كانت زي ما تفضلت حضرتك وقرأتينا إنه كيف يصلوا للإله تاعهم تتنزل روحه في هذه الرسمة أو في هذا التمثال. ولكن في المسيحية لا يوجد مثل هذه السلوكيات. الأيقونات ترسم من أشخاص، يعني بلشت من القديس لوقا، إحنا بالنسبة لنا العهد الجديد القديس لوقا كان طبيبا وكان فنانا وكان متعدد مواهب الروح القدس في حياته، والقديسين اللي عاشوا مع سيدتنا والتي الإله مريم العذراء أيضا أرادوا أن يكرموها برسم أيقوني لإلها. ولكن زي ما بنحكي ليس الماتيريال تاعها اللي احنا بهمنا، الخشب هذا او الماده اللي مصنوعه منها، نحن برمزياتها تدخلنا بجو الصلاه. الايقونه كتاب مقدس للاشخاص اللي كانوا بالماضي مش ماخذين التعليم، الاميين نعم. الاشخاص كانت الايقونه نعم، وما زال اليوم الفن البيزنطي للايقونه أن تدخل بالباب على إيدك اليمين بتبلش الأحداث متتالية حسب ما وصفها الكتاب المقدس، تبدأ من ميلاد يسوع المسيح أيقونة الميلاد، بنشوف العذراء وبنشوف مار يوسف، بنشوف المغارة والحيوانات المحيطة فيها، وفي مثل ما كان يشرح أبونا جوزيف سوي على الأيقونة الميلاد إنه حتى الشجرة يعني من وين إجت رمزية هاي الأيقونة كتاب، يعني في ناس عملوا كتب بس فقط عن أيقونة معينة. قديش هاي يعني الناس يمكن تشوفها مجموعة ألوان وحدث ويقللوا من أهميتها، ولكن هي بتسلسل الأحداث بالكنيسة، يعني بنشوف بعد الميلاد إيش بيجي، قبل الميلاد لازم تكون البشارة أيقونة البشارة مريم العذراء والملاك جبرائيل. نعم. بس يتطلع بثوب العذراء، بس يتطلع بهالفن الراقي سواء كان بيزنطي أو كان سواء الفن الغربي لرسامة الأيقونات، يعني في 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 أيقونات بتحسيها بدها تحكي قد ما هي بتفوتك بالجو. هذا هو الدخول بالجو، نحن نكرم الشخص الذي ترمز له الأيقونة سواء كان يسوع أو العذراء أو القديسين.